السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط، عندي شرح قاعدة have or gone. have or gone هذا موجود بيونت الأول كتاب الملون صفحة 43. هذا راح نشرح القاعدة have or gone. يلا عيني، أكو استعمالات شو وقت تستخدم الهاف وشو وقت تستخدم الجان. يعني فنقول ناخذ أول مرة البن، ناخذ البن شو وقت تستخدم. أكو نقاط إلها، أولا نختار بن مع النفي، يعني إذا جملة بيها نفي شختار بن، إذا جملة بيها نفي أختار بن. شنو هي النفي؟ النفي not، النفي not أو never. هذني إحنا نعرفهن، النفي إذا جت not و never، يعني hasn't wasn't weren't، أي شيء بيها كلمة not وبيها كلمة never. نختار بن. زين، مثلا يقول لك، خلنا ناخذ مثال، نور hasn't اختيار يعطيك بن لوغان تو انجلاند. هاي هيك يجيك اختيار انت الاول متوسط. ما دام عندي هازنت يعني بيها نوت منفيه، شو اختار بن. هاي هاي اول قاعده، شلون اختارتها؟ ويا النفي. تو نختار بن مع التعابير الاتيه، اللي هي اكو كلمات تجي بالجملة نختار ابن. ايه هي الكلمات؟ عندي باك هوم، كلمة باك هوم اذا جت بالجملة نختار بن، وبعد ناو الان، بعد هير، هذني الكلمات اذا جت بالجملة نختار بن. خلينا ناخذ مثال عليها، يقول لك he has يعطيك اختيارات بن لوغان تو ايجيبت ناو. سمعوا، ناو he is here. شوفوا، اولا التعابير شنية؟ now و here، هذني موجودات now و here، شختار بن. هاي النقطتين، هاي قلبي، اولا ويا النفي، اثنين ويا التعابير الباك هوم now و here، نختار بن. بعد اكو طبعا عدا ذن التعابير نختار جام. ثري نختار بن ويا من مع التعابير الآتية، أيضا تعابير أكو مع التعابير الآتية. نفتح قوس، شنو هي التعابير؟ وانز يعني مرة واحدة، توايز مرتين، three times هذني ثلاثتين. إيش نختار؟ نختار بن. خلنا ناخذ جملة عليها، مثل عندي سلمى أو سالم، أي شيء. سالم has
فراغ بين لوغان تو انجلاند توايس. بقى شوفوا شوفوا هاي الكلمة شوفوا هاي الكلمة توايس موجودة توايس اختار بين. تعابير الآتية once twice three times. بعد النقطة الرابعة نختار بين مع السؤال يعني الاستفهام يعني كلمة هذه السؤال إذا شفنا أقول له have you ever been Logan to England وخلي علامة استفهام ما دام بها علامة استفهام وسؤال نختار بن عدا ذني نختار جان عدا ذني التعابير إيش نختار نختار جان الجان مثلا ناخذ جملة عليها كلمة واحدة مثلا أقول لك علي has been Logan to London. He علي has been Logan to بين هذه إيه إنزين راجعتها بين ها تمام ها ماما لندن he is in London now. كل شي ماكو لا تعابير لا شي إيش نختار لها نختار لها ماكو لا كلمة لا استفهام لا هاي اختار قام عيني اختار قام خلنا نمسح الناو لان شنو عندكم تعابير هي صح الكلمة ما الناو لكن خاف تخطئون بين لما قلت لكم هنا ناو خاف تخطئون بين هذه وبين هذه هاي ماما هذا الشرح الجان والبين إن شاء الله افتهمتوا.